مشروع كمان، مشروع التأمين على الصيام. لا كده كفاية، مشروع التأمين على الصيام دي من الهوايات اللي أنا ليا فيها فكرة قديمة اسمها هواية جمع الحسنات، هواية التأمين على العبادات، هواية في شوية هوايات كده ظريفة نبقى نقولهم مرة تانية، منها مشروع التأمين على الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. هقول لك مشروع بقى ظريف حلو فكرة، فطر 36 صائم، فعشرة 360، كأنك صمت 360 يوم السنة كلها. بسيطة، مش بقولك لم 36 واحد وكلهم، لا ده احنا بنقول الفقراء المساكين. ها شنطة رمضان، اعمل شنطة فيها كيلو زيت وعلبة سمنة وخمسة كيلو رز واثنين كيلو تمر وعلبة جبنة وشوية مكرونة، شنطة وديها الفقير كده. انت فطرت اسبوع 20 فقير في 740، امور سهلة وبسيطة بس لو فكرنا فيها بالراحة. وانت بتشتري لبيتك اعمل شنطة للغلابة، وانت بتشتري لولادك حذاء للفقراء ملابس، وانت بتشتري لنفسك طقمين داخليين لواحد فقير ببساطة. أنا بحبكم في الله.